نتابع فعالية كاميرا 24 جرات كانت حاضرة وأتت لنا بهذه الفعالية، نتابع سويا. عثمان الطيب الجميل، وبتمنى انه يكون ميعاده ما راح، يكون ميعاده مع الجنة ومع الفرح المستمر في الجنان الممتدة طول وعرض السماء. راح الميعاد وزماني راح، والجرح لا نام لا استراح، لكني متكتم عليه. كم من جراح داوت جراح، يا حليل ليالينا المضت من غير ليالي تنويرة، أماني تنويرة، يا أنت يا أمل الحياة ومعنى الصفات النيرة، طول البعاد ماضي يزيل أمالي فيك، ما بغيره وراح الميعاد وزماني راح، والجرح لا نام لا استراح، لكني متكتم عليه. كم من جراح داود جراح. شكرا لك. أنا أريد أن أقول أشياء لا تعرفونها عن عثمان مصطفى. كمغني كلكم تعرفون ذلك، كإنسان وسط الزملاء وفي هذه الدار كلها معروفة، نشاطه كله معروف، وهو وضع بصمات راسخة وثابتة في حركة الغناء. لكن أنا بالنسبة لي عثمان مصطفى هو موهبة زائد طموح زائد إرادة، فوصل للنجاح. عثمان مصطفى استطاع أن يعلم نفسه ويدرس، يدرس في الموسيقى ويدرس في خارج الموسيقى، إلى أن وصل وكان في السنوات الأولى هو الأول بتاع دفعتنا في معهد الموسيقى والمسرح. ثم بعد ذلك عمل ماجستير ودكتوراه بمشهود جبار، يعني لو ما بتقدر تتخيل إنه اسمه مصطفى اللي ما بيلحن ما بيكتب شعر بتاع داير يعمل ماجستير بنفس الأداء اللي بيأديه الإنسان. دي واحدة من الأشياء. عثمان مصطفى عندما فتح الأسري في أبريل 69 المعهد في نبري 2، بعد شهر جاءت مايو، فمايو قامت لغت الفكرة كله. وحقيقة نحن حينما نتحدث عن عثمان مصطفى نتحدث عن سيرة ومسيرة باهية ومضيئة ومشرقة لإنسان في مجال الآداب والفنون أعطى ولم يستبق شيء. سيظل عثمان مصطفى خالدا بين بما ترك من إرث فني، من إرث موسيقي، من إرث أكاديمي انتفعت به أجيال عديدة من محبي الغناء والموسيقى. شكرا لكم، شكرا لحضوركم الزاهي، شكرا لهذا الوفاء الذي تدفق منكم في هذه الأمسية، وتحية لكل الأحباب الذين ساهموا معنا في إحياء هذه الذكرى الخالدة. شكرا لزملائه من في اتحاد المهن الموسيقية، شكرا للإخوة في الإعلام بأنماطه المختلفة المقروء والمسموع والمرئي، شكرا للشعراء الذين يجملون هذا المكان بحضورهم، وشكرا لهذه الأوركسترا البهية من الذين صنعوا بأناملهم النغم الجميل.
لتخليد رحيل او رحيل الموسيقار الفنان الدكتور عثمان مصطفى تخليدا لذكراه ولما اثر به الساحه الفنيه السودانيه بمجموعه من الالحان الجميله جدا ويمكن حملت عنوان والله مشتاقين بحضور اسره الراحل الكريمه وعدد من نجوم المجتمع والوسط الفني.